لامهم المذبح اقول لهم بتعملوا بيها ايه، يقولوا لي بنبيعها. بنبيع على مين؟ للناس. بيبقوا على اساس ايه؟ الله يكون في عونك يا جدعان. طب في ناس بتبيعها دي يا عم سعيد؟ ايه؟ في ناس بتبيعها. في ناس بتبيعها. على للناس على اساس دول ما يتاكلوش. طب ده ما فيش حد بيبيعه؟ لا ده في واحد بتاع سمين خده قبل كده وقول له ده محرم، يقول له لا حرام، ده محرم حرام عليه. خده عمل بيه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عايزك تحذر ثم تحذر من اللي انت هتشوفه دلوقتي ده. انا مش هطول عليك يا حبيب قلبي، انا عارف الجبس انت شاحن وحالتك في الجبس. بص يا غالي، شايف الحته دي؟ شبه المخاصي، شبه المخاصي بس طاغيه. المخاصي ناشفه، المخاصي دي اللي هي بيض العجل دي شبهها ايه. بص شكلها عامل ازاي، ركز فيها قوي. اجيب لك حاجه تانيه. بص ايه دي يا جدعان؟ المفروض بتاخد ضغط هوا من الخرم بتاعها ده، بتاخد ضغط هوا وتتنفخ وتتعمل طبله، طبله بتاعت زمان اللي كانت بتتلف على الطوب. لكن دي حاليا كده بتبقى اكل كلاب اللي هي المشخه دي. المشخه يا جدعان عايزكم تاخدوا بالكم منها قوي. اهي شايف شكلها، ركز في الشكل بتاعها وليها فتحه. شايف الفتحه دي؟ هي بص بتاخد ضغط الهواء بتتفرد كده، بتتفرد كده يا حبيب قلبي، ويلبسوها في الحجر تبقى طبله. بس الكلام ده بعد مراحل بقى من التصنيع. لكن انا الوقت اللي عايز اوريه لك يا حبيب قلبي ان ممكن حد يبيعها لك، لان في ناس ما عندهاش ضمير كان زمان بيبيعوها قدامي برضه. قبل ما انا ما اشتغل الشغله دي كانوا بيلموها من المذبح، اقول لهم بتعملوا بيها ايه؟ يقولوا لي بنبيعها. بنبيعها لمين؟ للناس. بيبيعوها على اساس ايه؟ حلويات. اهي دي اسمها المشخه يا جدعان، دي اللي بتتعبى فيها لا مؤاخذه يعني الصنان بتاع العجل. الصنان بتاع العجل بيتحوش هنا، تمام؟ يعني ده مخزن البول اصلا. يعني انا دي حاجه شفتها كده قلت اوريها لكم. اهي الفتحه بتاعها ايه؟ بتاعتها سبحان الله. بص ربنا بيخليها تسيع ان الواحد يستحمل. بص يستحمل ميه ميه ميه. فانت يا حبيب قلبي لو حد قال لك دي مخاصي تقدر تبص على الفتحه بتاعتها كده، ولو اتفتحت معاك وبقت زي ما انت شايف كده دي حاجه مش كويسه، تمام؟ اهي بكلم نفسي. انا بنبه على اخواتي وحبايبي وبقول لهم ياخدوا بالهم من الموضوع ده. اهو اهي واخد بالك منها. الحته اللي جايه دي قرفت منها قوي قوي، ما بس ما رضيتش ابين لكم. اهي تاني هفضل اوريها لكم. فدول انا يا جدعان لقيت واحد شايلهم. ها دول واحد شايلهم لحد عنده كلاب، لواحد عنده كلاب. فبقول لكم والله وكيل، في ناس بتبيعها وهي اساسا، في ناس بتبيعها على اساس ان هي حلويات الكلام ده. لكن ده واحد اهو بيبيعهم على اساس ان هم ايه؟ اكل كلاب، رايحين للكلاب. اسمها ايه دي يا ايمن؟ ايه دي يا ايمن تعرفها؟ تعالى بالله عليك قول لهم ايه دي؟ بيقول لي مش دي بتاعت الفشه؟ واحد في الشغل اهو، تعالى بالله عليك تنزل، تعالى بس انزل. دي بتاعت ايه يا ايمن؟ والله هو يا جدعان مش عارف. طب دي تتقطع وتتعمل حلويات وتتاكل ولا لا؟ ينفع؟ في ناس بتقطعها اكيد يعني. اصلها كانها حاجات من الحلويات. يعني يا جدعان واحد في الشغل مش عارفها. ايه دي الجد؟ المشخ بتاع العجل. ايه؟ المشخ بتاع العجل. المشخ بتاع العجل، واحد فاهم اهو قال المشخ بتاع العجل. ده المشخ ايوه. فيا جدعان في ناس ما تعرفهاش. ده انا اسال لكم الناس اللي موجوده ونعرف بقى مين اللي عارفها ومين اللي مش عارفها، تمام؟ خليكم معايا ونسالهم ايه دي. ومعانا اول واحد جاي اهو. سوق البلد. بقول لك ايه، ثواني بس. ايه دي يا كيمو؟ ايه دي؟ دي مش عارف. مش عارف ازاي؟ ايه دي؟ مخاصي؟ مخاصي؟ بقالك قد ايه في الشغلة دي؟ أول امبارح.
بقالك قد ايه بالله عليك بأمانة الله؟ طب بالله عليك ايه دي؟ بأمانة الله بقالك قد ايه بقول لك؟ ده دي البتاع بتاع القفاوة. بالله عليك يا شيخ بقالك قد ايه في الشغل ده؟ بتاع 6 سنين. 6 سنين يا جدعان؟ 6 سنين ومش عارف. ايه دول يا ابني؟ ريح بقى، لا ناخد حقوق طبع ونشر على صوتك ده. ايه دي؟ بالله عليك اللي عارف ما يتكلمش. ايه دي يا ابو الهنا؟ ايه؟ ابو الهنا؟ لا لا، بالله عليك اللي عارف ما يتكلم بس بقى يعني. بتجح. ايه؟ ما بتنجحش. ايه دي يا ابو الهنا بتقول؟ دي مشخه. دي مشخه بتبقى لازقه فين؟ في الكرش. دي بتبقى لازقه في الكرش. يعني العجل لما مؤاخذه بيعمل الحمام من الكرشه؟ يعني بيخزن الجلد. يعني يا جدعان انت بقالك قد ايه في الشغله دي؟ بقالك قد ايه في الشغله دي بالله عليك؟ 20 سنه. ما شاء الله. ايه دي يا غالي؟ مش عارف؟ اه. واد واحد كمان مش عارف اهو. حاجه. ايه دي يا اوك؟ ايوه. ايه دي؟ ايوه. ايه دي؟ ايوه. ايه؟ ضغنه. اسمها ايه؟ ضغنه. طيب. قال لك ضغنه، هو الضغن برضه بيترمي. اه. ولا دي ايه؟ خاصيه؟ خاصيه اللي هي بيض العجل. اه. لا خاصيه لا ضغنه. صلوا على النبي. قولوا لي رايكم يا جدعان، بقالك قد ايه في الشغله دي؟ معلش. ماليش كتير. سنتين. حبيبي. الله يكون في عونكم يا جدعان، امال انتوا هتعرفوا ازاي؟ دي مشخه. بجد والله؟ اه والله. ايه؟ جاب الشعبيه. ايه دي يا ابو فاروق؟ ايه يا معلم؟ ايه دي؟ لا عارف انت مسك حاجه في ايه يا عم؟ ايه اوعى انت مسكها. طيب بالك قد ايه في الشغله دي؟ طيب مشخ ده مشخ. طب في ناس بتبيعها دي يا عم سعيد؟ ايه؟ في ناس بتبيعها. في ناس بتبيعها على الناس على اساس انها حلويات. على اساس ان هي حلويات. ايوه تمام. وهي اساسا يا جدعان اساسا اكل كلاب لا اما طبله زي ما قلت لكم في البدايه. الله يكون في عون الناس. والله يا عم سعيد. طب قلبي ايه دي؟ ده مشخ. مش ده يا جدعان من الناس اللي عارفه ده. ده من الناس اللي عارف ان هو حرام. يعني حاجه اسمها نجاسه. هما في 3 حتت في العجل ما يتاكلوش عامة يعني. مولود. يبقى البشيمة في النتاية والمشخة في العجل والدرنة في العجل والمغارة. والمرارة. دول ما يتاكلوش. طب ده ما فيش حد بيبيعه؟ لا ده في واحد بتاع سمين خده قبل كده وقول له ده محرم، يقول لي يا عمي. قلت له لا حرام، ده محرم، حرام عليه. خده عمل بيه؟ خده بقى في وسط السمين. بقى في وسط السمين؟ والله بقى في وسط السمين. يا جدعان يا جدعان عايز اعرفكم ان مش اي حد هيعمل الكلام ده. اللي هيعمل الكلام ده يبقى واحد ما عندوش قلب ولا ضمير اساسا، مش فارق معاه ان هو يقف قدام ربنا. يعني ربنا فمش اي حد هيعمل الكلام ده، هيبقى واحد ما عندوش ضمير، ضميره ميت، فاجر بمعنى الاصح، فاجر. ومعايا يا ابو ايمن حبيب قلبي. خد يا ابو ايمن. صيدت كده. وبكده يا جدعان يكون انتهى الفيديو. ما تنسوش صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. واللي ما اشتركش يشترك، اللي ما فعلش يفعل، واللي ما اداش لايك يخبط لايك. ايوه كده، شد حيلك. الفيديو خلص، قومي شوفي بتعملي ايه. السلام عليكم.